الأكيد مشاهدينا حديثنا عن حملة توعوية وتحسيسية تحتضنها الجامعات الجزائرية للتوعية والتحسيس بمخاطر داء السكري والإيدز. الحديث أيضا مشاهدينا عن الأرقام. إذا للحديث عن كل هذا وذاك تلتحق بي في الأستوديو طه محمد زايد نادية، طالبة جامعية. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباح النور عليك وعلى كل من يشاهدنا في هذه الصبيحة. شكرا جزيلا الشكر لك. إذا حديثنا اليوم عن الأيام التحسيسية والتوعوية على مستوى الكليات بالأمراض المعدية والمتنقلة. نعم. إذا حدثينا بداية عن هذه المبادرة، هل هي الأولى من نوعها أو هناك مبادرات أخرى سبقتها؟ نعم، كما تفضلت وقلت، خاصة نحن في المدرسة الوطنية العليا للصحافة، ليس بغريب على مدرستنا أنها قامت بإعداد وتنظيم العديد من الأيام التحسيسية على حسب المناسبات، تماشيا مع مثلا أكتوبر الوردي الذي كان منذ فترة، اليوم العالمي لداء السكري، وبالطبع يوم أمس كنا نظمنا يعني يوم تحسيسي حول فيروس السيدا. فيروس السيدا، وأيضا ربما يوم تحسيسي للتوعية بضرورة التشخيص المبكر لداء السكري، ليس كذلك؟ نعم نعم. إذا داء السيدة في الجزائر، أنت كطالبة جامعية يعني تشاركي في هذه المبادرات التحسيسية والتوعوية، هل هذه المبادرة جاءت ربما من وجود فراغ أو نقص فيما يخص التوعية والتحسيس بهذا المرض الإيدز اللي هو من الطابوهات في الجزائر، أليس كذلك؟ نعم، هو يعني جل ما نجد في الأماكن التي يكون فيها الشباب، فأنسب يعني ما كان تقام فيه الأيام التحسيسية مثل هذه هي في الجامعات، يعني أينما يتواجد أكبر شريحة من الشباب، خلينا نقول وهي همزة وصل بين ربما بين المختصين وحتى الأولياء والأسر الجزائرية. نعم بطبيعة الحال، لأنه قبل ما نكون طلاب راه كل واحد منا يحضر هذه الأيام التحسيسية، راح يعني يشارك الدور تاعو المعلومات، سواء مع الأقران تاعو في السن ولا حتى مع العائلة تاعو كما قلتي، ولا المحيط اللي دايرين به، إذا كان عنده هذا الشاب أولاد الإخوة ولا أخ أصغر منه، ولا يعني يتبادلوا هاد النصائح، وحتى إذا كانوا ربما كمثل هذا الموضوع يعني الحساس اللي هو مرض السيدة أو غيرها، مثلا تعاطي المخدرات، كل هذه المواضيع عندما يكون في نصائح من قبل أخصائي وفي مثل هذه الأيام التحسيسية، يعني الواحد يقتنع ويبتعد عن هذه الأمور. إذن كيف كان إقبال الطلبة على الورشات التي نظمت على مستوى هذه الحملات؟ نعم، الإقبال دائما ما يكون يعني جيد، وهنا نستعمل دائما استراتيجية. مثلا عندنا احنا في المدرسة الوطنية للصحافة انه مثل هذه الايام التحسيسية نحطوها في الاماكن اللي يمروا منها الطلبة كثير، يعني حتى ولو كان عندنا اليوم الدراسي مليء وكثيف ب يعني البرنامج الدراسي، ولا انه نحطوه في البهو وين يقدر الطلبة يشاركوا، وحتى يعني في فترة الاستراحة تاعهم ربما يجوزوا، وكذلك نعتمدوا على الديكور لافتات اللي تجذب حتى الطالب انه يعني يخوض في نقاش حول هذا الموضوع ويحوس هو انه يفهم عليه اكثر ويتعرف عليه. أكيد. إذن بعد قليل فقط يلتحق بنا في الأستوديو الأستاذ عباس مهدي ريان، رئيس جمعية SOS سيدا للتوعية والتحسيس بالأمراض المعدية والمتنقلة، لإثراء النقاش والحديث حول هذا الموضوع. أنت بحكم أنك طالبة، هل ترين أن معلومات الطالب الجزائري يعني كافية فيما يخص مرض السكري والإيدز؟ لا بطبيعة الحال، يعني مثل هذه الأمراض بحكم أنها خاصة كل ما هو متعلق بالصحة، يعني ربما واحد مطالع ولا عنده شخص من العائلة يعاني من هذا النوع، ربما يكون على دراية بتفاصيل هذا الشيء، ولكن
هذا هو الغاية من أصلا وجود أيام تحسيسية، أنه إذا كان شخص ربما عنده هذه الأعراض ما هوش عارف، أو مثلا عنده واحد في العائلة، لما هو يقوم بحضور تلك يعني النصائح والمشاركة في مثل هذه الأيام التحسيسية، فبالتالي هو راح كما قلنا يزيد ينشر الوعي في البيت، أنهم يروح مثلا لازم يقوم بتحليل دوري انه يكشف ولا على صحة تاعو. اكيد. اذا مشاهدينا، يتحق بنا الان في الاستوديو على المباشر السيد عباس مهدي ريان، رئيس جمعية SOS سيدة للتوعية والتحسيس بالامراض المعدية المتنقلة، لاثناء النقاش، هذا النقاش الصباحي الذي ياتيكم على المباشر. اذا صباحك سعيد استاذ، اهلا وسهلا بك، تفضل قدامنا رجاء. السلام عليكم. مرحبا بك. بك وحلا. السلام عليكم. صباح النور. صباح النور. اذا صباحك سعيد سيد عباس مهدي ريان، رئيس جمعيه SOS السيده. نعم. اذا ايام توعويه وتحسيسيه يعني مهمه جدا، بادرتوا بها على مستوى الجامعات والكليات الجزائريه، لماذا وقع الاختيار على يعني على الجامعات والكليات؟ الجامعات والكليات لانها بنسبه كبيره تتمركز الفئات الشبانيه، بنات و بنات وذكور، صدر لان اون بريفير نبداو مع الشبيبه باش نلحقوا الفئات العمريه الكبيره. اكيد تحدثنا على مكان هذه المبادره، لكن الاهم هو المواضيع السكري والايدز. السكري يعني قد حيز كبير من البرامج التلفزيونيه والاذاعيه وما الى ذلك، لكن الايدز قليلا ما نتحدث عن هذا المرض، أليس كذلك؟ صحيح، نتحدث على مرض الإيدز أنه مرض مميت، مرض خطير، لكن لا نعرف أنه اليوم في الواقع الجزائري أنه مرض مزمن، مرضي كرونيك كما داء السكري، كما داء الضغط الدموي، لاتونسيون ايتو، لأنه يعرف بأن عنده دواء، عنده دواء تشربه يوميا تعيش حياتك طبيعية كإنسان عادي. أكيد. نقطة أخرى، ربما هل لاحظتوا أنه الطلبة على مستوى هذه الجامعات والكليات التي احتضنت هذه المبادرة على دراية بمخاطر الإيدز، نظراً ربما لقلة الحديث عن هذا الموضوع من طبوهات حقيقة؟ من طبوهات، صحيح، قلة معرفة المعلومة، لأنه في الحقيقة معظم الأشخاص شبان وشباب جامعيين لا يعرفون ما هو الإيدز حقيقة. عندما يسمع كلمة الإيدز أو السيدا يختفي تماما عن الأنظار، لأنه في شعارنا مال انفورمي دونك سي فينيرابل، عندما لا تكون عندنا المعلومة نصبح نحن معرضين أكثر للخطر. للخطر، أكيد. إذا شفتوا أنه الشباب عندهم وعي بمخاطر الإيدز ولا ما عندهمش معلومات كافية حول هذا المرض؟ ليس بنسبة كبيرة، ليس عندهم معلومات كثيرة. بعض الشباب عندما ندير أثناء أيام تحسيسية في مع الشباب نقول له ما هو الإيدز أو ما هو الفرق بين نقص المناعة المكتسبة والسيدا، بنسبة 90% لا يجيبون على هذا السؤال، لأنه السيدا هو المرحلة المتقدمة ونقص المناعة البشرية أو المناعية هو الفيروس بحده عندما يدخل إلى الجسم. إذا ما عندناش معلومات كافية حول هذا الموضوع، وهذا ربما اللي خلينا ما نواجهوش بالطريقة الأمثل. إذا حدثنا أكثر، أنت كرئيس جمعية SOS سيدة للتوعية والتحسيس بالأمراض المعدية، أكيد عندكم أرقام فيما يخص الإصابات بالإيدز في الجزائر. الأرقام بالنسبة لهذه السنة هم 2200 حالة جديدة. 2200 حالة جديدة مصابة. 2023 نعم. كنا تابعنا 2022 كانت 1200 ولا 1700 حالة. يعني الرقم ارتفع للأسف. نعم. ومرشح لارتفاع أكثر ربما في ظل غياب التوعية والتحسيس بما فيه الكفاية. صحيح. يعني إذا ما هو دور الجمعية في هذه الحالة؟
دور الجمعية في هذه الحالة عندنا عدة كلوب نشاطات نقوم بها على مستوى الولاية. عندنا أولتها وهي الأساس في الحملات التي نقوم بها الحملات التحسيسية لي سيونس إي أو سي انفورماسيون إيديكاسيون كومينيكاسيون. نقوم بتحسيس الشباب ما هو هذا المرض، كيف ينتقل، كيف نعالج منه أو نحمي الوقاية منه، وفي الأخير العلاج. كذلك نقوم بخرجات تحسيسية في الميدان في أي وقت، في المساء، في الصباح، في الليل، نلتقي بشباب أشخاص هكذاك في مفترق الطرق، نتكلم معهم، نسقسوهم. يعني توعية وتحسيس تكون طيلة السنة. طيلة السنة، ولكن في شهر ديسمبر بقوة. أكيد. إذا توعية والتحسيس ما يخص التشخيص، كاين إقبال على التشخيص؟ حاليا اليوم كي نقول اليوم معناتها في الاشهر الاخيره هذوما يوجد اقبال كبير، كل الاشخاص يريدون فعل لو دياغنوستيك دو الاش اي في، التشخيص المبكر لنقص المناعه المكتسبه. يعني متوفر في المخابر الجزائريه، تقدموا ايضا الجمعيه في المخابر سونتر دي بيستاج فولونتير ولا لو سونتر دي بيستاج ولا الجمعيات لي تيست رابيد لي تيست اكسترا ميروس. وبالحديث عن التشخيص، اذا هل كان هناك تخوف من قبل طلبه الاعلام امس خلال هذه الايام التحسيسيه، ولا كان الاقبال كبير على التشخيص؟ هو كان في إقبال يعني بخصوص هذا الشيء، نظر للمجهودات المبادرة اللي قاموا بها يعني الجمعية الأخ مهدي. ف يعني هذا الشيء، وحتى كانوا عطاونا عدة نصائح اللي تعرفنا من خلالها أنه ليس فقط السبب يكون ما هو شائع، يعني مثل هذا المرض يعني قادر يتعرض له أي شخص مثلا عن طريق الحلاقة أو عن طريق طبيب الأسنان. أكيد. يعني كل ما هو معلومات شائعة حول يعني كيفية انتشار مرض الإيدز عبر يعني العلاقات الجنسية فقط، لكن هناك أسباب أخرى ربما ما يراعيهاش الإنسان العادي، هي يعني يقدر ينتقل عند الحلاق ولا حتى مخابر، يعني عندما ما يراعيش ربما معايير السلامة والنظافة وما إلى ذلك. خلينا نصحوا إذا المشاهدين للمستمع ولينا كذلك. يلا، ما هو شائع؟ ما هو الشائع أو ما هو من أسباب انتقاء مرض الإيدز؟ هي كل ما هو له علاقة بالدم، أدوات حادة ملوثة عند طبيب الأسنان وكذلك كل ما له علاقة بالإفرازات الهرمونية والذكرية المهبلية في سواء إناث وذكور. يعني ينتقل بهذه الطريقة؟ نعم. بمعنى أنه كل علاقة حميمية غير محمية في إطار شرعي أو غير شرعي، أو كذلك من الأم الحامل إلى الجنين ديالها. لا قدر الله. إذا قدر الله. لكن هناك معلومات يعني خاطئة حول هذا الموضوع، أليس كذلك؟ مثلا ربما شيء يقول لك أنه غير تلمس هذاك الشخص المصاب تقدر تنتقل للعدوى، لازم تتفاداه، لازم تقعد في بلاصته، أليس ما تقدرش تشرب من الكاس تاعو، أليس كذلك؟ نقدر نتوشيوهم، نلبسوا حوايجهم، ناكلوا معاهم، نقعدوا معاهم، نعيشوا معاهم، ما تآذوش. كل ما له علاقة ونعاودها ونكررها بالدم، بالإفرازات الهرمونية أو المهبلية، أو من الأم الحامل كي تكون ما على بالهاش باللي راهي مريضة إلى الجنين ديالها. ومثلا هذه المعلومات ربما هي اللي خلت المصابين بهذا المرض مهمشين، يحسوا روحهم مهمشين، أليس كذلك؟ وما يتوجهوش للعلاج. معظم ما نقولوش كاع ما يتوجهوش للعلاج، باسكو اليوم ما جاش، غدوة ما جاش، السمانة الجاية ما جاش، مع الوقت يجي. ولا جا يقدر يعاود يروح مفقود، بارديت فيو، يقدر يعاود يولي. أكيد. ودائما تحدثنا عن الأعراض. من الأعراض هي في طابلو كلينيك بصفة عامة إلي أسيمبتوماتيك. عندنا أعراض اللي إحنا في المجتمع تاعنا تبنى أعراض كاع عندنا منها، اللي هي الحمى وعندنا الإسهال في مدة وجيزة يومين ماكسيموم. يومين يعني المرض يكون في أي مرحلة؟ في المرحلة الإبتدائية لابخيمو انفيكسيون. كي تكون بعد تعرض الى الفيروس بعد خمسة اسابيع، فهذوك خمس اسابيع غير تلحق لهم تبدا الاسهال وحمى الى مده يومين. يعني الاسهال والحمى يعني يدوموا يومين ولا تكون يعني اعراض مزمنه يعني ترافقنا لاسابيع؟ لا،
يومين فقط. يومين فقط يوجد أعراض يعني يكون صعب نوعا ما، أليس كذلك؟ إذا ما خدمنا، أخذنا على سبيل المثال ربما الشاب غير متزوج فقط راح عند الحفاظ على سبيل المثال، ما راحش يشك في هذا الأمر. ما راح يشك، بصح كثيرا عندها كي نهضروا على الحلاق باش ما نخلعوش المستمع نقولوا الحلاق الحلاق الحلاق، واش حيعديكم في مرض الإيدز؟ هذا مثال فقط من باب التوعية. كي نقولوا مرض السيدة ما ينتقلش بزاف عن الحفاف، النسبة 0.0 الصيغة، باسكو أشاك فوا يبدل أداة الحلاقة، ميم كي تكون لو كونتاكت بين الفيروس وأداة الحلاقة سا ديباس با لي دي مينوت ميم با، سا دير لو طون يكمل مع الشخص اللي يحفف له يعاود يبدل الأدوات يبدا سا بخون جو طون. يلاه مهدي خلينا باش ما نظلموش الحلاقين على بالنا يحترموا معايير النظافة. نروح لنقطة أخرى، الشباب اللي للأسف وقعوا في تعاطي المخدرات ونعرفوا الطرق اللي يستهلكوا بها المخدرات، كاين يستخدموا الإبر وهذيك الإبر يستخدموها عدة أشخاص. عدة أشخاص صح، إيزاج دو دروغ إلى انتشار مرض الإيدز. إيزاج دو دروغ انجيكتابل، معناتها دي بيغسون لي زيديي انجيكتيو بالحقن المستعملة غير ملقمة، غير من بين الأسباب ينتقل فيها مرض الإيدز. يعني يشرو تشكا وحدة و يشرو تشكا يعني باسكو علاش في لا فارماسي، في الفارماسي كي تروح تشري عندهم ما يمدلكش، يقول لك أنا مانيش ندعم فيك، وهي من أنواع الحماية من أنواع الوقاية. يجي واحد يشري تبيع له فوزافي دغوا تتبيع له، ماشي ما تبيعلوش، دونك يعطي له الحقنة واحد ولا بصح ما كاع هذاك الجروب ما عندهمش حقنة يجوزوا كاع هذاك الجروب. أكيد، وللأسف الشديد هذاك الضحية ضحية المخدرات هذاك الشاب باستخدامه لهذيك الإبرة والتداول على هذيك الإبرة يعني من طرف عدة أشخاص، هذا راح يساهم في نقل العود العدوى وبلك يحتفظوا حتى بهذيك الإبرة، حتى تجي إبرة جديدة حتى للأسف يعني. وكي نقولوا الانتقالات، كي نقولوا الانتقالات ولا الالتهابات المتنقلة، ما نقولوش غير الإيدز يعني فيها عدة تانية التهابات أمبارالا. أكيد نعم. وللأسف راح ينقل هذيك العدوى أيضا للبيت، أليس كذلك؟ ولا كي نقولوا للبيت للزوجة تاعو، للزوجة تاعو، الزوجة تاعو تقدر تكون حامل حتى نقلها للطفل تاعو، هكذا السلسلة تكون أخت من من بين الأمور اللي تعرفنا عليها يوم أمس معهم أنه حتى الأدوات الشخصية، يعني كان دار في نقاش بيننا احنا كطلبة سيغتو البنات أنه يعني في بعض الأحيان يتسلفوا الأدوات تاع بعضهم. كاين امور اللي هي ادوات تبقى شخصيه اللي هي فرشه الاسنان، كل واش يكون عليه يقدر يكون يعني عليه دم مثلا الكوبونغ، يعني كل هذه الامور ما لازمش انها تكون تتشارك في البيت، كل واحد عنده الامور الخاصه تاعو بها، ليس كذلك؟ صحيح. إذن كاين شباب يعني قدمتوا من خلال هذه المبادرة أمس وهذا اليوم التحسيسي فرصة تشخيص بداء السكري، نفس الشيء بالنسبة للإيدز؟ البارح أمس نعم أمس درنا ما درناش تشخيص تاع الإيدز، بصح أنا حنوجدوا السمانة الجاية من بداية من يوم الأحد نكونوا ثاني يعني عندكم ضيافة متنقل. عندكم نعم مخبر متنقل مع دي إس بي تاع الصحة الجوارية لبوز الرئة، يكونوا حاضرين معنا طولة الأسبوع نديرو تما تشخيص مبكر على مستوى كلية الإعلام والاتصال، كلية الإعلام، الجامعة، علوم سياسية، الجامعة وليكول تانيت وعندنا تانيت لمدة أسبوع نديرو عليهم لا تورني. أكيد. إذا خلينا أيضا نقدم بعض المعلومات للمشاهدين والمشاهدات اللي متابعوا فينا لأن الموضوع مهم جدا. إذا ما تحدثنا دائما على الإيدز كما سبق وأشرت، يعني إحنا نتحدث كثيرا عن السكري لكن الموضوع مهم جدا، المرافقة النفسية أيضا مهمة بالنسبة لهذا الناس. خدمتوا فيها أيضا؟ خدمناها وأنا نعملوا بها، معمول بها إلى يومنا هذا. كي يقولوا مرافقة نفسية عندنا أشخاص يسون فورمي في هاد متكونين في هاد الميدان، هما ديزا نعيطو لهم ديزا كومبانيور سوسيو سانيتير، صادير هاد لي بيرسون ايزا كومباني لي بيرسون فيفون افيك لو فياج، معناتها انسان لقيناه سي بون دياغنوستيك تاعو بوزيتيف اون فادير دوتو، مالا كي يكون اورينتي فا اتر بوزيتيف في السبيطار سونتر دي بيستاج ريفيرون. اون فوا راهو بدا باش يبدا لا تخي لا تخي ثيرابي ديالو، المضادات الثلاثيه الادويه اللي يشربهم يمدوهم على مستوى المستشفيات الرئيسيه في الجزائر، تما تكون عندهم مرافقة أو مرافق أو مرافقة كذلك، تكون طبيب نفساني على مستوى المستشفى وكذلك مرافق صحي اجتماعي على مستوى الجمعية. إذا الجمعيات تستقبل كبار صغار عائلات أيضا؟ كذلك نعم كل الفئات.
وين المقر تاعها؟ الى يومنا هذا رانا نستناو في مقر، درنا اون دوموند بالوزاره، رانا نستناو. يعني راكم شتين كل واحد اكزاكتومون. ربي يمشي لكم ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نقطه اخرى، تحدثنا عن التشخيص، تحدثنا عن المرافقه النفسيه، مهمه جدا لانه في الاذهان تاعنا يعني كاشخاص عاديين نرتبط الايدز بالموت، اليس كذلك؟ قديما قديما شحال يقدر يعيش المصاب بالإيدز؟ كأي إنسان عادي يقدر يلحق 80 سنة 100 سنة وي. يعني اليوم الحمد لله تطور العلم يعني سابقا كنا نتحدث على 15 12 سنة، دوكا كما كانش الدواء، كما كانش الدواء دوكا كاين دواء. إن فوا تشرب دواء لا تري ثيرابي لي ريتروفيرو المضادات الثلاثية القهقرية، إن فوا تشربهم عندك أن كومخيمي جوسكا دو كومخيمي باغ جو أفي. علاش رجعوه مرض مزمن، مرض كرونيك ماشي مرض مميت. شرب تقدر تزوج، تقدر تجيب دراري، ما تعديهمش. هذه هي اللي حبيت نوصلها، يقدر يعني اي شخص يعيش حياه عاديه، حياه عاديه كاي انسان بالإيدز. اي انسان عادي، فقط راك حامل لفيروس نقص المناعه المكتسبه، مي ماك تعدي حتى واحد. اكيد. اذا نعاود نولي ايضا لضيفتي الحاضره في الاستوديو. تشوفي انه دور الطالب في هذه الحلقه مهم جدا. نعم مهم جدا، كما قلنا نقدروا نسمو الطالب هو انه سفير للوعي ولنشر المعلومه، وسيختو اذا كان تخصص صحافه، لانه ما لازمش يعني يبقى محصور فقط في محصورين في تخصص الصحافه. بالتالي احنا نستفادوا من مثل هذه المبادرات يعني اللي تقام في المدرسه تاعنا، سواء مؤتمرات، ندوات، ولا ايام عالميه، ايام تحسيسيه كما هذه. نشكر كل الجمعيات بالمناسبه، واولا نشكر المدرسه تاعنا يعني اللي تهتم بهذا الامر، انها تثقف وتوعي الطلبه حتى هما ايضا ينشروا هذا الشيء. وما ننساوش ايضا بانه حتى من غير انه طلبه، فئه تاع الشباب الان هي اكثر فئه تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. ف يعني وهذا لما يكون عندنا حنايا وعي ويكون عندنا معلومات استنادا للاخصائيين طبعا، فراح نقدروا ناثروا بطريقه يعني تكون إيجابية نوعا ما، نشاركوا في التوعية هذه حتى على عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ومرات أبعد من هذا، لأنه في الجامعات الآن مديرين حاضنة المشاريع. نعم كاين بزاف اللي يعني يبتكروا تطبيقات بالتعاون مع يعني المجتمع المدني. نعم المجتمع المدني، ولا مثلا هكذا مع كلية الطب إلى غير ذلك، ويحطوا عدة حلول تكون كمشاريع ناشئة. أكيد. إذا اليوم الطالب لازم يتجرد من دوره كطالب للعلم فقط، ويصبح يعني عضو فعال في المجتمع، أليس كذلك؟ للتوعية والتحسيس بهذه المواضيع الراهنة خاصة المهمشة منها. صحيح. 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 يلا نشكركم على تلبية هذه الدعوة الصباحية. حقيقة نتمنى الرسالة تكون وصلت، وحنا كنا حاولنا أننا نضم صوتنا لصوتكم باش نوعي الناس بمخاطر الإيدز وأيضا السكري، ونضم صوتنا صوت الطلبة الجزائريين وندعمهم على الأقل. نتمنى لكم بداية يوم موفقة إن شاء الله.